السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي. المرة دي جاية بفكرة جديدة. البيبي اتحداني وبيقول ان هو عارف معلومات اكتر مني رغم ان انا اكبر منه بثمان سنين تقريبا. فجبت له لعبة صغيرة كده. المفروض ان احنا هنا فيه تقريبا 15 سؤال, كل واحد هيمسك سؤال ويسأل التاني ومكتوب تحت السؤال الاجابة. اللي مش هيعرف الاجابة هيتعاقب. طب مستعجل على العقاب؟ طبعا. طيب يلا نوريني كده صح العقابات اللي معاك. حاجات خفيفة كده. حاجات ايه؟ خفيفة. يا نهار ازرق, حاجات خفيفه مش عارف تشيلها. خلاص يا عم مش عشان انت, انا جايب لك بص يعني وقت فرخه معايا يا اختي. حلوه حلو. لا احنا يلا نبدا. يلا علشان كده ايه نبدأ. انت شايف نفسك اهو. ابدا. طيب قبل ما نبدا اللعبه يا ريت ما تنساش تقول لي رايك في التعليقات, وما تنساش تعمل لايك, ويا ريت تشترك في القناه لو انت مش مشترك معانا. يلا نبدا. يلا. انا الكبير. بسم الله. وطبعا الاعداد اللي عمل لنا الورقه مش عارف متظبطه بقى, غريبه قوي الصراحه. يا لهوي هو ايه يعني؟ ثانيه بس, ده لغز مش سؤال. بيقول لك ايه؟ ان كنت تمتلكني فتترغب في مشاركتي. شفت ايه؟ والله بيني الله اللي كاتب السؤال فعلا يعني. ان كنت تمتلكني فتترغب في مشاركتي مع الاخرين, وان فعلت فانك لم تعد تملكني الان. كمان انا مين ايه؟ تمام. انا طب ثانيه حاجه انا ممتلكها. ان كنت تمتلكني تمتلكها على طول ولا في اوقات واوقات؟ هو السؤال كده ما تتفلحش. ماشي. ان كنت تمتلكني فقد ترغب في مشاركتي مع الاخرين, وان فعلت فانك لم تعد تملكني الان. الشبشب. الشبشب. لمك لمك انت بتكلم سخن. ما ممكن اديله حاجه. لا انت ايه اللي انت تمتلكه ولو شاركته مع حد تاني فكده انت لا يلا يا عم الحاج. يلا يا عم الحاج. اسمي. لا اللي اسلك اجابه, هم اجابتين كل واحد ليه فرصتين, مفيش اجابه تانيه هتلاقي العقاب في وشك. طب ثانيه ممكن يكون ايه؟ طيب معرفش. لا خلاص غير الحمار. معرفش ايه غير الحمار؟ ما تقول اي سؤال كده. ايه شعري؟ اي حاجه يعني. ما اعرفش. طب وامال ايه؟ بقول لك ايه حبيب قلبي, وريني كده بس عشان اشوفك. انت خايف من ايه؟ خايف من ايه؟ خايف من ايه؟ قول لي. معلش في شويه لسه في شويه. لا عبده بالجبنه مفتر بالمخسرات المره الجايه حبيب قلبي. يلا كان نفسي اعمل الحركه دي اهو من زمان. نايم في المحمل حلمي مفتر. معلش خش على السؤال الثاني. معلش يلا خش على السؤال الثاني. بف ايه؟ ماشي ده انت هتتبهدل. مش انت بتتحداني انا؟ يلا يا نهار ازرق. انا اللي بدأت. انت اللي بدأت. يلا هو اللي ابتدى وهو اللي اتحداني وقال انا عايز سؤال. خلاص ماشي انت اللي بدأت. ليه حد يعمل كده بخوف؟ يلا بس. سيارة حنان أسرع من سيارة علا. ماشي. وأبطأ من سيارة أمال. فأي سيارة هي الأبطأ؟ شكلها تعويذة يا معلم. لا معلش قولوا تاني عشان مش ده حنان دخلت في علا والدنيا بص. يلا خلاص بقى. قولوا سيارة حنان. ماشي ماشي. حنان راكب عربية. بص لي. بص كفاية كفاية خلاص. قول. طيب سيارة حنان. ماشي. أسرع من سيارة سيارة علا. علا. وأبطأ من سيارة أمان. ماشي. وهي سيارة هي الأبطأ. سيارة حنان. ماشي. هي أسرع من علا. يعني حنان أسرع من علا. ماشي. ومين تاني أسرع من مين؟ وعلا. أبطأ من أمان. يبقى مين أبطأ؟ حنان. عفير. خلاص خلاص والله. ايوه حنان. لا والله. امال مين؟ اسمه ايه ده؟ علا. وريني كده اهو. اولا انا ما اسمهاش علا, اسمه علاء. والله انا مكتوب علا. يا ابن علا ايه علاء اهو. بس انت شايف بالك من الهمزه منه لله اللي كاتب السؤال برضه. طب شفت بقى سيارة علا هي الأبطأ. انا قلت لك سيارة علاء. لا علاء. لا تتعاقب. لا تتعاقب. انت عايز تفتري يعني وخلاص. تتعاقب. غمض عينك. غمض عيني ليه؟ غمض. ما انا غمضت. لا مش شايف. بصيت. مش شايف. لا بس خلاص. ولا لا
انا مغمر يعني انت مش قلت لي ما عسل لا 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 عسل لا انت عارف ان انا ما بحبوش ماليش دعوه لا لا عسل ابيض لا مفيد 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 ايه يا عبده لا مفيد والله ابدا يلا يا عبده لا يلا يلا امي جمال هو اللون اصفر ليه كده يا ابني انت بتعاقبني بعسل بتعاقبني بعسل ابيض حلو في ناس بتحبه انا ما بحبوش طب يلا ده وجعتني حاضر شطور لا انت العسل ده بايظ لا مش بايظ والله والله ما بايظ انا عارف مين اللي جابه مين انا عارف مين اللي جابه انت اللي جابها كده ايه مش تعالى تعالى في عقبات الله يسامحك بجد الله يسامحك ما بحبش العسل يا عبد الله يسامحك ماليش دعوه انت اللي بدات قلت لك انت اللي بادي الله يسامحك والله ربنا انت بتخم طب ده معلش تكمله بس ثانيه ده دور كده احنا كام كام 0 0 صفر اه صفر صفر اللي جابها انتوا جايبين الاسئله دي منين؟ جايبينها بجد من انهي كتاب تاريخ؟ ماشي بيقول لك احذفني من اعلى البرج ولا انا اصيب باذى او ايه؟ او اتغير ولكن ضعني ضمعني انا عايز جمله مفيده ضعني احذفني من اعلى البرج ولن اصيب باذى او اتغير ولكن ضعني ايوه يا عم منصور يا عم مش عارف العيب فيا ولا في اللي كاتب احذفني من اعلى البرج ولن اصيب باذى او اتغير ولكن ضعني في النار وايه؟ انت سألت عربي وسأتدمر النار سأتدمر يا مفتري يا اللي كاتب السؤال ماشي انا فهمت خلاص ارميني من اعلى البرج ولن اتغير ولن اتنحنح ولن اتزحزح باي شيء ماشي ولكن لو وضعتني في الماء سأتدمر زي ما هو كده النار طب وانت النار هترميها ازاي من اعلى البرج هعملها في الورقه وارميها عادي هتعمل النار في الورقه وترميها يلا يا عم الساحر نفسك اجابه يلا يا عم انت يلا خلاص قول طيب اي اجابه ثانيه ها البالونه لا غمض عينك بسرعه بسرعه يا لهوي لا انت ما تستهبلش لا ما تخافش ما تخافش ما تخافش والله غمض عينك غمض حط بص حط ايدك كده بقول لك شيل شيل ولا انشف يلا انت اللي تحددني انشف ما حاجه وحشه انشف انت اكلتني عسل يلا يلا حط وشك في وشك في عينك شيل اشف شيل اشف شيل ايدك شيل ايدك اوعى شويه ملح وشويه سكر وحاجات كده ندخل الفرن وخلاص انت بتعمل بس ما تطرش عليا يبقى قلبي بس والله زي العسل في حد يحط بيض على شعر حد خلاص بس بابا انت بس طب يلا يلا هوبا اللي بعده اللي بعده تقول لي حنان وعلاء واسمع ولا اساسا فاكرني يا عويلي يلا وريني بقى والله حاضر انت بتعمل لي بقى بيض ودقيق حط عليا بيكنج باودر وحط لي في الفرن انت ماسك الورقه ليه كده قرفان من الورقه انت اساسا موت طب بص رجل راح لك عدة مرات في اليوم لكنه ما زال يحتاج للحلاقة مش فاهم يعني بص اللي هو يعني ايه قول السؤال تاني قول يحلق تاني احلق تاني رجل يحلق عدة مرات في اليوم ده حلو والله لكنه ما زال لا يحتاج للحلاقة مين؟ الجزار؟ احنا ايه؟ معرفش هو بيحتاج للحلاقة ليه؟ الحلاق اللي بيحلق وما بي... لكنه بس الحلاق بيحلق لنفسه عادي صح؟ يعني انا كسبان والله عمله وارق يلا اللي بعده انا والله الله يسامحك والله الله يسامحك يعني اتبهدلت دي وبيض وحاجة تقرف طب مرمطتني مرمطتك ايه؟ هو طعام ويجب هو طعام ويجب قبل اكله كسره فما هو؟ ايه؟ بيضة هو طعم ركز بيضة ركز بس البيضة يا حبيبي ركز بص انت ليك فرصتين عادي بص انت ليك فرصتين عادي جاوب بقى ايوه البيضة لازم نكسرها عشان ناكلها ما هو بقى طعام يجب هي صح صح انا عارف ما هو صح البيض الله اكبر انا بكام؟ يلا خلاص بقى هجيب لك بقى العقاب غمض عينك
غمض غمض لا غمض ده انت بهدلتني غمض ثانيه طب ثانيه والله لا لا والله السفر بيتدلدل على حواجبك بس غمض عين حاضر لا ما تبصش ما تبصش لا ممكن يلا بقى انجز انا مش هفضل مغمض عيني كتير كده فتحت عينك صح؟ لا ما شفتش حاجة خالص ايه؟ فتح عينك احسن احسن ايه؟ تعمل لنا مد احسن انا بجيب يعني ايه ده؟ يا لهوي يا امه انا الميه دخلت مناخيري ولا اكني شربت ميه بحر ترمس متحمد في الثلاجه بقاله شهرين تطلعوا على قفايا مش كده مش كده خالص يعني مش معنى ان انا اكسر فيك بيضه وتعمل فيا كده طب ماشي ده بيضه ودي انجز وحياه امي شوف وحياه امي ما انا ما عامل اي حاجه احيانا يروني كوره واحيانا يروني كلموزه واحيانا لا يروني مطلقا فمن انا مين احيانا بنشوف امه كوره واحيانا بنشوفه موزه او ساعات بيبقى تفاحه وبطيخه حاجات كده ايه هو وهي اجابه واحده ملهاش ربع لا طب ما هي انا صعبه ما اعرفش قول لي انا تتحس حبيبي طب ماشي قول لي ايه يا اختي احيانا احيانا ما هو انت قلتها ساعات بنشوفها كوره او بطيخه يعني في نفس الشكل واحيانا انت بتعمل ايه ركز معايا واحيانا بتبقى موزه بيبقى شكل الموزه او هي بتبقى يعني هو بيبقى الموزه ايه هو مين كوره الكوره بتبقى شكل كوره ساعات بتبقى موزه البالونه البالونه لا والله غلط امال تقول والله انت قلت الكوره والبالونه قلت البالونه انت سيقول لا قولها ايه قول القمر ساعات بيبقى كوره لا وبطيخه في نفسه كده وساعات بيبقى موزه حرام حرام ايه بس لا مش غمض انت تنقي واحد من دول نقي بص انا جايب لك اختيارات كتير اهي لا لا احرق اهو حاجات سهله اهي نقي واحد من دول وكله خد نصه خد نصه اطلع اختار بقى واحد من دول بعد اذنك حرام لا بص بقى بص ده عاجبك لا ما احنا مش في سوق جمعه هنا اختاره وخلص يلا لا خد دخل نصه معلش اقطم 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 عادي اقطم ده فلفل ايوه وبيدي كده بص لذيذ يعني حلو كل كل عاش يا وحش عاش يا وحش ابلع ابلع بسرعه ابلع بسرعه ابلع بسرعه ابلع بسرعه امسك ميه امسك لبن خد كملي طيب عشان ما تحسش بحرام كملي عشان ما تحسش بحرام هات شوية لبن امسك شوية لبن البيجي بناله لبن مش نافع شرب مية مش نافع طب بتاعته بتلمس طيب خدي سايبة والله العظيم ارحمك طب يلا بس خش على السؤال اللي بعده يلا الجمهور مستني يلا اللي بعده الله يسامحك الله يسامحني يسامحينك شيء له اربع اصابع ايوه وابهام ايوه وليس بحي ومش يعني عايش ليس بحي مش عايش مش عايش مش عايش زينا كده زي صابع حاجه خلاص بح 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 ايه خلاص يلا ايه هو بقى حاجه ليها ايه اربع صوابع وابهام ومش حي ايه تفتكر ده ايه ايدك دراع البلاي ستيشن وانا ما اعرفش ما انت بختار حاجات غريبه غمض عينك بقى يا رب اصبر يا رب اصبر يا رب ثانيه بس يا رب اصبر يا رب ايه خلاص افتح عيني لا اغمض خليها بس يلا افتح عينك ايه يا لهوي يا امه جامد ودين تدان الله يخرب بيتك يا شيخ واحده لا هبطت هبطت لا لا يا لهوي انت مش عايز تفتح افتح عيني انت رايح فين انت ايه ده حتى بتحضر يختي 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 لا 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 خلاص كفايه ريحه بنت الكلب دي لزوم بقى يعني عشان الله يسامحك اللي ساعدك في الحلقات يا عم لزوم طعم ايه خلاص كفايه يا لهوي يما خلاص انت بتتبلني يا عبدو خلاص لا
اصبر يا عم بتاعك ازاي. خلاص هو مش عايز يفتح. خلاص خلاص كفايه. وحط امك وحط امك. خلاص الفيديو عدى ال 25 دقيقه. خلاص خلاص يا اب. الحمد لله جت من عند ربنا والله. ما يمشي لا اهو اهو بس ما يمشيش. خلاص خلاص ما يمشيش يا اب. استنى بس استنى ما تكترش يا عم جلبرتو. بس خلاص قشطه كده. بس خلاص قشطه كده يا لهوي على الملح. ايه ده بقى دخلك الفرن يا لهوي. وكده معاكم وصفه الاحمد بالايه بالكركم وبيض. ما تنسوش حطوا ورا وقلم بيض وتاني كركم وما تنسوش الملح وحبه شطه على يا لهوي على الشعر على الشعر. وكفايه كده بقى كفايه كده كفايه كده. دخلت زوجي كفايه كفايه. ثانيه نحته نحته يلا انت ما صدقت خلاص. والشطه ريحتها انا صوت رق. اسمع اللي بعده ريزوكس. ده انتقام مش تحدي. انا بعيط صح؟ انا بعيط معلش عادي يعني. الواحد نفسه يبقى يوتيوبر زي بقيه البني ادمين فبنحاول على قد ما نقدر ان احنا نسعد سعادتكم وحضراتكم. فاللي هو ايه ما الذي تسمعه كده مصلحين ان تراه. ايه مش عارف هو ما الذي تسمعه ما الذي ما الذي تسمعه كذلك من المستحيل ان تراه او تلمسه. اسمعه بس مستحيل اشوفه او المسه. قول بقى قول. هي الشرطه كلها. قول. طب ثانيه اشوف. لا تشوف انجز فكر. وقت واحد ماشي اربعه ماشي. تليفون. لا غلط. ايه الاجابه؟ ايه الاجابه؟ والله ما فاكر. ده بقى بيقولوا عليه عند البنات اللي هو العالم الاخر اسمه ايه؟ جوراجو؟ روج. لا ده مش روج. ده جوراجو تقريبا. لا ده مكسره مكسره. لا ده تقريبا بيتحط تحت الوش شفايف على طول صح؟ وش شفايف؟ بلاش ده. او بيتحط تحت العين فوق العين في النص. بلاش ده. لا انا ما تخافش مش هكسنك بحاجه بس غمض عينك قدام قدام. بص انا ما بعملش حاجه هو اساسا بايظ شكله كده. انت حاضر؟ معلش يا جماعه. يا الحمد لله كفايه. لا خلاص لا ده انا اسوديت خلاص. انت ده انت ده انت ده انت تبلتني شويه ترميني في الفيلم. اذن السؤال اللي جاي بتاعك. كان حضرنا اسمه ايه ده؟ حط لك اسمه ايه ده؟ يلا انت تبلتني خالص. يعني انت المفروض بقى تسيبني ايه؟ يومين عشان اقبل في التتبيله؟ ايه ده انت سؤال انت حطيته برضه في البتاع تاني؟ ايوه مسألة وسط الأرض؟ ما اقصدش والله معلش هو أكيد الحمار اللي كاتب الأسئلة كاتبه مرتين. ماذا يوجد في نهاية الحرف؟ حرف النون عشان ما تقوليش أوسطه وآخره وأوله. حرف النون صح؟ اللي بعده حيوان. بص 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 صبغت شعرك؟ لا بص هو قطر. ثانية بس عشان أنا إيدي مليانة توابل أساسا. قطر جاي من اسكندرية هيعدي على الصعيد والقاهرة ازاي معرفش. ما تقوليش ازاي قطر جاي من اسكندريه هيعدي على الصعيد وداخل على القاهره على طول. فالقطر ده اللي هو ايه عارف انت اللي بيبقى شفت انت فوق المترو بيبقى مكتوب ايه بقى القطر ده بقى دخانه هيطلع فين. يعني انا عايز هو جاي من اسكندريه صح؟ اه يبقى هيطلع من اسكندريه. هيطلع الدخان هيطلع من اسكندريه هيروح لفين؟ للقاهره. طيب ماشي نسال السؤال من الاول تاني. قطر كهربي جاي من اسكندريه للقاهره السؤال هيطلع منين؟ هيطلع فين؟ ايه هو؟ يا لهوي الدخان بتاع القطر هيطلع عني ناحيه ناحيه اسكندريه ناحيه القاهره. هو جاي من اسكندريه. اه هيطلع من ناحيه اسكندريه. يعني القطر الكهربي جاي ماشي كده. قطر الكهرباء وهي تقول لك انت قلت كهرباء مرتين. لا انت قلت كهرباء. انت غلط مرتين قلت كهرباء قلت كهرباء. انت ما قلتش. قلت قطر قطر كهربي هيجي بتاع انت قلت كهربي. مش هتعاقب. انا اكبر منك يا حيوان مش هتعاقب. ومن هنا تكون خلصت حلقتنا ومش هتعاقب تاني لان انا خلاص كده قرفت مني والقميص قرف مني اصلا. يا رب الفيديو يعجبكم والمرمطه انا هخش استحمى طبعا لان انا كده اتبهدلت خالص. ويا بحر بتوت ويعني هو ده الله حد ياخد حته؟ حته ايه بس يا لهوي على الريحه. ده توت عندنا من سنتين يا جدعان. انت جبت الحاجات دي منين؟ في حاجه على عيني؟ طب في حته هنا فاضيه نسيت تحط انت تقريبا حبيب قلبي اصل بقوله مفيد لل حبيب قلبي. ايه يا مفتري يا جبار توت اسود جايب لي توت اسود. سلام عليكم. سلام عليكم. تنسوش تعملوا اشتراك ولايك للفيديو. تنسوش تعملوا لايك واشتراك مش هتعرف الفيديو. سلام عليكم.